السلام عليكم البنات المهتمات بالخياطة والفصالة، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله شاركت معكم الطريقة ديال الفصالة ديال كسوة كلوش. طبقت هذه الطريقة هذه على ثوب تاع ملحفة، ورانا خليت لكم الفيديو ديال الفصالة في صندوق الوصف، وهذا الفيديو ديال الخياطة فيه شاركت معكم ادق التفاصيل بطريقة. انا هنايا خديت الخيط قرونة، حيت الارض ديال الثوب اللون ديالها قرونة، بطنت العنيق لكن غادي نبطن معكم الظهر، بطنت عنق الامامي وغادي نبطن معكم الظهر باش تشوفوني كيفاش درت. زديت الحزيمات، الحزيم الاول زديته، غادي نلصقو هنايا، حتى غادي نخيطها ونكملها في الخياطه عاد باش غادي نسوجيها. الحزام الاول لصقته، غادي نلصق الحزام الثاني في الجهه الاخرى، وكناخذ نفس القياس في لصق الحزام الاول لصق الحزام الثاني. حتى هما خليت لهم الزواقه لتحت كيف ما خليتها في الفرافر. بالنسبه للناس اللي ما حاضرينش الفيديو ديال الفصاله فغادي نخلي لهم في صندوق الوصف. دابا غادي نمر باش نلاقي الكتاف، كنحط الكتف على الكتف بحال هكا، وكنزدي بالماكينه نفس الشيء للجهه الاخرى حتى هيايا. هاد الطريقه هذه اللي كنخدم معكم دابا، كنخلي اولا كنبطن العنق الامامي هو الاول، عاد باش نزادي الكتاف، عاد باش نلصق التبطين ديال الظهر. علاش؟ باش هادشي ديال الديفوات كله يجي لداخل. دابا هذا هو التبطين ديال الظهر، ديما كنحط الوجه ديال الثوب لتحت والظهر ديال الثوب يشوف فيا بحال هكا. كندور عليه بالماكينة كامل، هاد الطريقة هادي كتجيب لنا العنق نقي، ما كتجيبش فيه شي ديفو، وهي الطريقة الأكثرية اللي كيخدمو بها الناس. شويه اولا كندير واحد قطعه صغار باش ما كتجينيش تشكيفه في الثوب الوقت اللي نقلب التبطين بحال هكا. دابا تنتني الثوب لداخل، في حاله الا كنت ما نقدرش نلصق بالماكينه فنقدر نلصق هاد الجهه هادي بحال هكا بالفناتي، اولا ندور عليها بالماكينه هي الاولى باش يجيني التلصاق ديال الثوب ديال تحت ساهل. لكن انا هنا راه ما عنديش مشكل، كنثني الثوب لداخل حيت ما مسورجيهش، كنثني لداخل بحال هكا. وكنكمل التلصاق حتى كنكمل داك التبطين كامل، وكنرد البال هاد الجهه هادي باش ما يجيش عنق، باش ما يجيش التبطين سابق العنق على برا. وكنكمل التلصاق ديالي كما كتلاحظوا، يعني طريقه ساهله. هو العنق دابا من بعد ما بطنته، هذا الخلف، هذا الامام، كيجي نقي. دابا غادا نمر باش نلصق الكمام، الزبيه اللي كنت فصلت في الكمام سديتها، هاي دابا زديتها، هاي
عما زاد الديكور حيت ديك الزواقه جات الوسط صراحه جات زوينه بزاف كما كتشوفوا معايا. فناخذ الوسط ديال الكمامه وكنحطو على الكتف بالضبط بحال هكا وكنكمل التلصاق ديالي. كما قلت لكم انا من سورجيهاش بغيت حتى نكملها مع فيها داكشي ديال الفرافل اللي الوقت بزاف بغيت حتى نكملها بالخياطه عاد باش نسورجيها. التركيز بالطريقه ديال العبار اللي وريتكم تيجيو حد قد غادي ندور على الكمين ونلصقهم ونزيدي الجناب ديال هذا الفوقاني ديال الكسوة ونرجع عندكم. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا لصقت العنوقه بطنتهم ولصقت الكتاف لصقت الكمامه حتى هيايا الحزيمات هما هادو. دابا اش بيبقى ليا خليت هاد الجهه هذه اولا محلوله كيف ما كتلاحظوا معايا خليتها محلوله. من هنايا رجعت للطبله ديال الفصاله باش نوريكم حيت الطبله ديال الماكينه ما كتوضحش مزيان. اش باقي ليا دابا باقي ليا الفرافر اللي هما هادو. هذا دابا انا وريتكم كيفاش غنحطو على جنب والفرافر غادا نخدمهم. ما كنجيش من اللقطه الاولى كنبدا نلصق الفرافر في الحزام اولا في داك الفوقاني ديال الكسوه لا حتى كنخدم الفرافر بوحديتهم عاد باش نلصقهم. فيلاه معايا نلصق الفرافر ونكملوا باقي الكسوه. هو التحتاني ديال الزواقه كيف كتلاحظوا معايا هذا هو التحتاني ديال الزواقه فغادا نخلي هاد الزواقه لتحت فكنبدا من هاد الجهه هذه. ديما نخدم الفرافر هما الاولين عاد باش نلصقهم في الفوقاني ديال الكسوه ما نجيش بالعكس بحال هكا. وكنبدا ندير في دوك الطيات كبار او لا صغار على حسب الطلب ديال الصيانه ديالنا. كنبداو على بركه الله فغادا نخدم في الفرافر حتى كنكملها بحال هكا. هما ديك السيوات صراحة يعني شي حاجة زوينة وفي نفس الوقت كيعطيونا واحد الديكور زوين بالنسبة للبس سواء في الشتا أو لا في الصيف. فدابا راه الكسيوات راهم دارجات على الموضة. بالنسبة للبرد تنخيطو ليه تويبات شوية تقال، أما بالنسبة للصيف فكنختارو تويبات يكونو شوية خفاف ويكون اللوينات ديالهم تا هما يا اللوينات باردين. هاد الكليانة هادي غير كتوجد للصيف هي أصلا يعني معيشاش في المغرب فكتخيط وكتدي معاها حتى الوقت الصيف عاد تلبس. فكنكمل الطيات ديالي بحال هكا نكملهم ونرجع عندكم. لكن من قبل غادي نوريكم الشكيل ديالهم من على برا. بحال هكا مويانين الفريفرات او الطيات. هذا هو التحت ديال الكسوه وهذا الفوق. من بعد ما زديتهم بجوج بيهم كيف ما كتلاحظوا معايا دابا اش غادي يبقى ليا غادي يبقى ليا باش نلصقهم في الفوقاني ديال الكسوه. علاش انا كنخدم الفرافر بوحديتهم باش ما يشيلش ليا مثلا الحزام شي حاجه شي جهه فيه ناقصها الفرافر. فديما كنخدم الفرافر هما الاولين وغتشارك معكم هذه الطريقه هذه طريقه زوينه بزاف وكتسهل عليا ما كتخرج ليا لا ديفو لا والو. ها كنحط الفوقاني ديال الكسوه بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا وكنتنيه على اربعه بحال هكا. نفس الشيء كنشد الفرافر كنتنيهم حتى همايا على اربعه ديال المرات باش يجيوني دوك الطيات متوازنين مع بعضياتهم. فهذا الشيء اللي كندير تنفني على اربعه بحال هكا نعاود تنية اخرى. دابا كنحط هذا هو هادو هما الجناب هادو هما الفرافر ديالنا شدينا اثنين على اربعه اثنين دوك الفرافر على اربعه ولصقتهم في الفوقاني ديال الكسوه بحال هكا باش دوك الفرافر يجوني متساويين وما ما يجونيش يعني صعاب. هاد الطريقه هادي راه تنخدم بها وكتجيني ساهله. دابا غادي نمشي نلصق هادشي بالماكينه فتعالوا معايا. Thank you.
الثوب اللي تنكون كنخدم به الفلفل كنديرو هو الفوقاني باش كيجيني ساهل. انا الاكثر كنخدم باليد اليسرى داكشي علاش كنديرو الفوق. يعني الناس اللي تيخدموا باليمنى ما عرفتش واش غادي يجيهم ساهل. المهم انا تنفضل هاد الطريقه هذه وكنبقى هذا وكنخدم بالفريفات بحال هكا. الطريقه هذه اللي تنقسم بها الثوب على ربعه راه كتسهل علينا. كيبقى يبان ليا بحال هكا كيبان ليا واش الفريفره نصغرها ولا نكبرها. كنبقى غادا نكمل فنكمل الفرافر ونرجع عندكم. الفرافر هما لصقتهم زين حتى هوايا. بقى لي دابا غير الجن نزيدي كنبدا من راس الكم بحال هكا. واللي على نسيت عاونيني عفاك اخت الله يحفظك. فكنبدا من راس الكم. انا راه ديما كنفصل الكم تنفصلو زيت تنشيط الثوب باش ديك الحلقه خصني يعني النساء ضروري كيغلطو دغيتي غلطو دغيا كيتفشوا. فضروري الكليانات ديالي معوده انني كنخلي لهم الثوب شايط باش في حالة مثلا الا غلاضت فكتجيبها ليا كنزيدها داك الارض اللي باقي لداخل. كنكمل المزالية كاملة حتى لتحت ونسورجيها ونوريكم الشكل النهائي. بالنسبة لتحت رانا ما غادا نسورجي ما والو غادا نحتفظ بالثوب بحال هكا في التحت بحال هكا انت شمفيني. فغادا نكمل الجنب كامل بالمزادية ونسورجي ونصلح ونوريكم الشكل النهائي.